مرحبا. يكفي أن نقول أن تاريخ شعبنا الفلسطيني على امتداد 66 عاما الماضية الذي كان فيه التراث النضال الفلسطيني والتاريخ الفلسطيني دائما تاريخ بطولات وتضحيات أمام العالم كله يجد الاحترام يجد الثقة بدأ يشوه. أنا حاليا موجود أمام البيت اللي تم فيه اغتيال أبو جهاد في سيدي بوسعيد في تونس العاصمة. أبو جهاد اللي بعد جنازته في مخيم اليرموك تحول لصورة على برواز كبير من غير أي أسئلة. مين اللي اغتاله؟ كيف تم اغتياله؟ هل في تواطؤ؟ أيام قليلة بتفصلنا عن جنازة عمر النايف. عمر النايف راح يتم تشييع جنازته في صوفيا من غير الإجابة على أسئلة كثيرة، منها مين تواطأ على قتله؟ كيف تم قتله؟ كيف تم اغتياله؟ مين تعاون؟ وكيف تم إهمال القضية؟ جنازة عمر راح تتم بعد أكثر من 100 يوم وإحنا بنستنى بنتائج تشريح السلطات البلغارية. على مدار 100 يوم هم بيسربوا معلومات متناقضة وتعمدوا المماطلة حتى ما نقدر نعمل تشريحنا الخاص. إحنا من البداية كنا عارفين إنه البلغار زي الإسرائيليين ومصلحتهم طمس القضية ويخفوا الأدلة. ضغطوا علينا وما راعوا مشاعرنا إنه جثمان الشهيد بعده بالثلاجة. 100 يوم والسفير المذبوح ما زال في مكتبه، زاد على نفسه الحراسة وكأنه خايف من شيء. أكيد مش خايف من الاحتلال اللي قدر يوصل لعمق السفارة ويغتال عمر، خايف من إشي تاني. خايف من إيش؟ من تواطؤه، من إهماله، ولا من كذبه، ولا استباقه بنتائج التحقيق، ولا من تضليل كل لجان التحقيق وتضليل الناشطين والحقوقيين في أوروبا اللي حاولوا يتواصلوا ويثيروا قضية عمر النايف. 100 يوم حولت قضية عمر النايف لقضية عيلته فقط، وحولتها من قضية وطنية لقضية شخصية بتخص العيلة فقط نتيجة إهمالنا إحنا. عمر النايف ولا كأنه تم اغتياله بناء على خلفية وطنية. قضية عمر النايف تحولت لقضية عائلية بمثلها أهله، أخوته وعيلته الصغيرة ومجموعة من الناشطين والناس اللي مآمنة بخطورة تبعات قضية عمر النايف، لأنه مش رح تتوقف تبعاتها على عمر فقط. بس إحنا ما رح نكل ولا نمل لأنه دماء عمر تستحق نشونها إحنا وكل شرفها. 100 يوم تتحول فيهم لعنوان من عناوين ويكيبيديا ومجموعة عناوين على محركات البحث، تماما مثل ما تحولت قضية أبو جهاد لبرواز شال لما بهتت صوره وبهتت قضيته. 100 يوم وأكثر وإحنا قاعدين بننسى قضية عمر النايف مثل ما نسينا قضية المبحوح في دبي ومثل ما نسينا قضية ضرار. طب في 100 يوم لجان التحقيق شو عملت؟ لجان التحقيق اللي شكلت في الأول ولجان التحقيق الخاصة اللي شكلها الرئيس شو سوى؟ للأسف اللجنة الفلسطينية ما عملت إشي على مدار 45 يوم غير إنها تتمتع بفنادق صوفيا وتجاهلوا كل الحقائق والأدلة اللي بتدل على تواطؤ أشخاص معينين في السفارة. مشينا في جنازة أبو جهاد في مخيم اليرموك، دفناه، شيعناه، ودفنا الأسئلة معاه كلها. اليوم عندنا قضية عمر النايف لسه ما دفناه، حندفنه خلال أيام، وما زال عندنا الفرصة لنصحح خطأ ارتكبناه مع أبو جهاد. ما نرتكبش نفس الخطأ مع عمر النايف وأهل عمر النايف. لسه بدنا نرجع نطرح الأسئلة وحنضل نطرحها. مين قتل عمر النايف؟ كيف تم قتل عمر النايف؟ مين تواطأ؟ مين غدر؟ مين أهمل؟ ومين اليوم خايف من نتائج مين قتل عمر النايف؟ ومرة تانية بلاش نضل نسأل سؤال مين قتل عمر النايف مثل ما قلنا سنين وسنين قاعدين بنسأل مين قتل ناجي العلي، ومثل ما قلنا سنين قاعدين بنسأل مين قتل أبو جهاد. إرادة لا تهتز ولن تهتز أبداً بحلب من الأحلام، وهي إرادة الإصرار وإرادة استمرار القتال والدفاع عن النفس بكل الوسائل. هذا شعار الجميع.